شوفوا التلبيسه شقد صارت حلوه كويتها، قد ما بحسن صارت حلوه، حتى هون المدات صاروا على لونها. اليوم ما جاي على بالي اعمل شي، هيك صليت وقعدت قلت اقرا شوي بالقران حتى انصرف على اللوشه. الجو كتير حلو برا. اليوم يحيى عفته عندي لاني عندن حفله وما اشتركت فيها لاني صايره بغير مدرسه، فمشان هيك ما بعته. واللي مو مشترك انه ما بصير يروح على الروضه، فمشان هيك لاني مو بنفس الروضه، عرفتوا انه ما في هلا حدا بالروضه. ترى الجو ما احلى. هون جارنا عم بيظبط الارض وما بعرف شو عم بيعمل، عم بيحفر وبيزرع. بكره هون بصير عندي بانجان وبندوره وايش بدكن. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيت اقعد هون شوي بغرفتي، انه هون عم بيدخل كتير هوايات. اليوم راح شوف شو بدي اطبخ، عندي اكل بس راح شوف شو بدي اعمل. عندي كباب بندورة ما عم ناكلها، فراح شوف شو بدي اسوي فيها طبخة مشان تمشي، يعني حرام. هلا احكي لكم شغله يا بنات، هاي البندوره كنت عاملتها بالفرن، كبابه وبندوره وبصله وفليفله، فمليت منها، صار سخنتها 3 مرات وما حدا اكلها ابدا، فقلت حرام يعني اكبها او يعني اصرفها، لاني دقتها كتير طيبه عن جد وطعمتها كتير طيبه، بس انه خلص ملينا منها، فقلت رح اعملها برغل بفرنجي. حطيت كاسه برغل وقلت بحمصه شوي مع نقطه زيت، وبعدين طبيت الكبابه فوقها وحطيت لها المي مشان تغلي، وحطيت لها معلقة مي فرنجي أو دبس بندورة ومكعب ماجي ملء واحد، وحطيت لها نص معلقة بهار ونص معلقة ملح، وبعدين حطيت لها شوية مي وخليتها على النار لحتى نشفت على الأخير. وقلت بدي أكوي لها كوية، حطيت زيت وفرمت بصلة وخليتها تدبل، وبعدين كويت لها إياها. وأنا تأخرت شوي بالتجهيزات، فأنا خلصت من هون وهو قدن من هون، وما شاء الله يعني شوفوا كاسة برغل وحدة طلعت لي زورة، وكان عندي أنا شوية محشيات وعندي عجة وعندي شربة العدس، فرمت صحن سلطة، وهيك كان أكلنا لليوم. وهلأ رح نروح شوي على المول ونشوف شو بدنا نجيب أغراض لأولادي. ماما بشتري لها هذا لمين؟ السيرينو. سيرينا؟ على أساس لأختك؟ لا سيلينو، بحب سيلينو. هاد بالبلا سيلين يعني؟ خلص اشتري لها سيلينو. ترى الفستان بدي اخذ لها لسيلينو لكيكه. طب مو هذا، هاد الزهر؟ يا عيني ورجيني. طلع لابوه ما بحب الزهر. خلص حلو حلو، ورجيني. مالحة بدي اشتري لها هي. قال هاد لسيلينو. دخلنا على اول مول، هلا رح نروح على مول ثاني. هذا خليني اراها تجيبها، خليني جبتيني معك، خليني ساكتة. ها لما رحت خلص، مو صليت في البيت، روحي مو صليت في البيت اليوم، مو صليت في البيت اليوم، بتروح معي وبكره بتروح. خلص مو بصليت، مو صلينا بالبيت، خلص مشي الحال. جاي من الاسباب، خلص ان شاء الله يا رب يا رب تغفرنا. بكره بكره جوزي بروح، بكره ابن عمي بروح. وإذا لساتكم معي يا بنات لا تنسوا تعملوا لي لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. طلع ودخلنا على مول التاني، قلنا انه هذا افخم وفيه شغلات احلى. الله وكيلكم، الطقومة كلها مثل بعضها، وسعر الطقومة على 250 240 230 ليرة، وما عجبني شي. كل مرة بشتري وبندم، بقول يا ريتني اخذها من غير محل. هالمرة قلت ما بدي استعجل ابدا. قال لي انه بكره باخذكم في مولين فوق كمان، قال لي بنروح بنتفرج وما بنستعجل. ما بقلكم كل مره هيك بستعجل وباخذ الاغراض، خلص المهم اللهم اني اشتريت، وبعدون بندم بقول يا ريتني انه مالي اخذتن، انه رايحه على غير مول. هون البيجامات كتير حلوات والفساتين، بتعرفوا على فكره اغراض البنات احلى من اغراض الصبيان، الفساتين والجواب والبدلات كتير حلوين. الله يهني صاحبات النصيب اللي بدها تلبسون، لاني عن جد كتير كيوت وحلوين. هدول الطقومين لك طلعوا بتشوفون على التعليقات بتقولوا والله حلوات، بجي بلبسهم ياهن لاولادي عن جد من زياده. بقى اشوف شو رح اختار لهم. شوفوا هذا الطقم لقياسته يا العلي، لقياسته يا العلي. برافكم، قولوا لك هذا اللبس كم بتعطوه من 10؟ 3. لا 10 من 10 لازم. الحجر ومالي عم بيعمل ارجيله. تصبري من الكرش. لا تفضحينا. هيبه كرش هيبه. كم شهر ابن عمي؟ هيبه كم شهر؟ لا تفضحينا. معلش صاحب رمضان قعدنا عم نشرب ميات من غير ميات، ما بعرف ليش عم صرنا كرش. هذا كلهم مي. كلهم مي؟ بقولوا برمضان الواحد بضعف، أنا بالعكس. أنا بضعف الله يكيلك، عم ناكل عم نحس قلبنا وينك مو إلنا. يولي بس فحمتين؟ حاج ليش البازقة سيد راسي؟ ايه ليش البازقة حاج بكفي؟ كأني أنت كنت تعبان ابن عمي. أنا؟ كأني كنت مرضان؟ بس أنا هلا هي الأرجيلة هلا هي الدواء. هي الدواء؟ ايه هلا هي بتعطيني بروتين. هي بروتين أنت يلا دير روحي. هو قال بده أرجيلة وعصير وأنا عبيت صحن عقابية إلي وحطيت كمان جنبه عصير. هلا هون بعد الافطار اجت لعندي اختي شوي، هيك عدت علي هي وماما، فقلت رح اعمل كوكتيل. حطيت فريز وتفاحه وحده ونص قنينه حليب وثلاث موزات وحطيتهم بالخلاط. فانا بعد ما حطيتهم وخلطتهم فدقتهم ما لهم طعم، ما بعرف حسيت انه سكرهم كتير قليل، فجبت مربى لسه. لو عندكم عسل انه اطيب، يا عسل يا مربى، بس انه تحطوا سكر ما طيب السكر، عرفتوا؟ وبعد ما خلطناه طلع كتير طيب وصحة وألفا على قلبن. قلكن شغلة يا بنات، بس اشتريلن الأغراض لأولادي إن شاء الله، رح أقيسن كل الأغراض وأرجيكن ياهن، وأنتو بدكن تقولولي مين أغراضه أحلى. بس حابة إنه تنصحوني نصيحة، تنصحوني إنه آخد، يعني أنا إن شاء الله بعد هالفيديو تاني يوم بدي أروح أشتريلن، تنصحوني إنه آخد اثنيناتن نفس الشي، مثلا بيجمتين طقمين خفافتين، ولا آخد لكل واحد إنه على عمره، إنه علي غير طقم ويحيى غير طقم. أنا بحب إنه لبسهم بحسبوهم مثل التوم، يعني تقريبا ما شاء الله يحيى تقريبا مثل قطعة علي. هلا هذا مربى الفريز اللي عم حضرلنا. المهم بقى بدي نصيحتكم، تنصحوني إنه آخذ اثنيناتهم نفس الشي ولا آخذ لكل واحد شي؟ ومثل ما خبرت الصبايا حكيت لهم انه بعد العيد بدي اعمل كتير تغييرات في القناة، يعني بدي اشتري اغراض جديدة، بدك تعالوا لكم، بدي تنصحوني كمان نصيحة. في عندي طقم طناجر كروم، بس عذر هالطناجر انه بحسن انه الاكل بيلزق فيهم، يعني الرز مثلا اذا طبخت مثلا مسقعات هذا ارمان البطاطا بحس انه بلزق ارضيته. ايش بتنصحوني اعمل فيهم؟ والله كلهم جدد وكبار كمان، يعني هدول بتعرفوا لأيش بصيروا؟ أكتر شي بصيروا مثلا إذا بدي أعمل فيهم يبرق ما بيلزقوا يبرق، ها شوفوا مثلا بدي أعمل فيهم محشي كمان ما بيلزقوا، كمان بيطلعوا طيبين. مالي غير يا إما إنه أعيف هدول مثلا لليبرق والمحشي وتقلاية ملوخية وهيك، واشتري طناجر تيفال مثل الرز المسقعة الشوربة عشان ما يلزقوا، صح؟ وهيك صاروا كاستين الكوكتيل وطلعوا كتير طيبين، ويسلم إيدي على الكوكتيل لأنه طلع بجنن. لهون حبايبكم وصلنا لآخر فيديو، لا تنسوا تحطولي لايك، وبحبكم كتير وسلام.